السلام عليكم يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا سامحوني الفيديو النهارده طويل لاني ضميت فيه في الاخر روتين عناية كده، قلت علشان ما اعملوش فيديو لوحده لانه صغير جدا، فقلت يبقى الفيديو كله مع بعضه. فسامحوني ان الفيديو كسر 26 دقيقة، انا بسجل اهو مش عارفة انا هواصل 26 دقيقة دي ازاي، بس الحمد لله يعني ايه لحد ما لولو مع باباها وهادية، فقلت انتهزها فرصة يعني. المهم انا النهارده رايحه جامعه حلوان، عندي مشوار ما اعلم بيه ربنا هناك. المهم يعني ربنا ييسر الحال. غسلت وشي واسناني وظبطت حالي، فتحت البلكونه ونظفت التواليت واتوضيت وصليت، وقلت خلاص بقى انا صاحيه مش هاجي طبعا دلوقتي، فعايزه اكل حاجه قبل ما انزل. فكان زوجي جايب فينو وكان جايب ميني بيتزا كده، فقلت خلاص انا هشيل الفينو علشان لو قعد بره هينشف، خصوصا الجو بالليل ابتدى يبرد شويه ولسه قدامي شويه قبل ما انزل يعني. فهقسمه كده في كيس، كل 3 ترغيفه او كل 4 ترغيفه في كيس وعلى الفريزر على طول. اهم حاجه ما تحطوش فوق بعضه علشان ما يتعجنش، خليهم كده من تحت بعض، وفي نفس الوقت لما تعمليهم كده مش هياخد معاكي مساحه في الفريزر. عايزه اقولك انا اي معجنات عندي، عيش، فطير، فينو، قرص، ايا كان، بشيلها في الفريزر وبطلعها. مفيش قبل مثلا لو انا عامله حسابي مثلا ان انا هاكلها كمان ساعه، بطلعها بره شويه وادخلها التوستر، مفيش نص دقيقه بترجع زي الفل. كمان كانت عندي الازايز عايزه تتغسل، فقلت اغسلها واسيبها تتصفى كده، وقبل ما انزل املاها واحطها في الثلاجه عشان تبقى نظيفه. انا بغسل بالفرشه دي، هي انا بستعمل الكبيره من دي، بس مش عارفه هي لولو خفيها فين، فقلت اوريكم بس شكلها. في من دي بتاعت الصغيره بتاعت حاجه لولو، في الحجم الكبير شويه. طبعا انا مشواري مشوار طويل، انا في فيصل ورايحه جامعه حلوان، يعني الله يعين اللي قاعدين في حلوان على الشمس. المهم فقلت اعمل كوبايه شاي واخدت 4 وحدات ميني بيتزا كده، قلت ما تاخد، كنت هاخد 2 وبعد كده قلت لا اضغطي علشان ايه كل 2 كمان، علشان الله اعلم انت ترجعي امتى. طبعا هتقولي لي لولو كانت فين؟ باباها في اليوم ده كان اخد اجازه من المدرسه، هيروح النادي بس، فكان قاعد هو بيها بالنهار عشان اعرف اروح المشوار بتاعي وارجع. لما اجي انا هو هينزل بعدي بساعه يروح النادي بامر الله. هو انا مش هطول هناك يعني، في السريع كده ان شاء الله بس. وبعد ما فطرت زي ما انتم شايفين كده المنظر العام عامل ازاي، الجامعه زحمه ترس، والمصيبه السوداء ولا كمامه ولا حد لابس كمامه ولا حاجه. عارفين انتوا يعني انا لابس الكمامه حاسه نفسي شاذه في وسطيهم، مش فاهمه الاجراءات الامنيه فين، بس ما علينا. الكلام ده وانا راجعه، ما صورتش وانا رايحه عشان كنت مستعجله، وانا راجعه قلت فرصه بقى بما انه زوجي في البيت هعرف اشيل حاجات. انا بطلب من جرين ماركت زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، بس دي مشتريات تقضيني مثلا اسبوع 10 ايام بس، اللي هو لحد الشهر ما يخلص، وان شاء الله اول الشهر اجيب منه بقى خضار يكفيني مده طويله، اجيب كميه يعني ان شاء الله. الحاجه الوحيده اللي جبت منها كميه هو التوم، جبت كيلو توم عامل 30 جنيه، مش عارفه هو في ايه بالظبط بس ما علينا. وجبت ربطتين كده جرجير حلوين، لانه حمايه جاي عندنا تاني يوم هيبقى صباح اجازه، فجاي عندنا قلت يبقى مع الفطار كده حلو وجميل. وكمان جبت ملوخيه بحيث ان انا اجهز حاجتي من النهارده وبكره يبقى الموضوع سهل شويه. كمان كنت جايبه ليمون، وكنت جايبه حاجات من عند الفرجاني. عايزه اقول لكم استغليت الوقت في اليوم ده، ما اقولكوش لفيت جبت حاجات كتير قوي كانت ناقصه. فجبت ليمون، الليمون ب 8 جنيه تقريبا، انا جبت نص كيلو بس، او كان بخمسة جنيه يعني، هو كان لولو بخمسة جنيه. لولو عندي بتعشق الكيكة المحشية كريمة فراولة، فما تقولوش عليا ام فاشلة، انا جربت معها عملتها في بيت مليون مرة، بتحب بتاعت برة برضو بس مش بديها لها على طول والله، يعني مرة كده ولا حاجة. كمان جبت علبة جبنة عبور وعشان الجبن اللي عندي خلصت، وجبت كم حتة جبنة رومي كده عشان اعمل منهم سندوتشات الصبح وانا رايح الشغل، والنودلز اللي هي بالفراخ دي لما بلاقيها بجيبها هي وبالكاري، فما دول كان اخر 2. كمان جبت الزيتون، الزيتون ده تحفة، مخلي من البذر بتاعه ومحشي جزر، مقولكوش بقى طعمه كده ميكس فظيع. دول عاملين 9.5 جنيه، يعني 10 جنيه لربع حاجة كده. كمان جبت عرض زبادي جهينة، التسعة معهم 3 12، يعني عاملين 18 جنيه. تقريبا كان لسه يعني، كان للأسف ملقتش تاريخ أقرب من التاريخ اللي كان موجود عليهم. المهم دي عندي كوفرتا، جاي معاها كيس مخده وجاي معاها خدادتين كوفرتا عاديه بس تقيله شويه. انا قلت انا دايما المفارش عندي والفوطه واي حاجه زي ما قلت لكم قبل كده بحب ان انا انقعها ساعه وبعد كده اسيبها في دوره الغسيل بتاعتها عادي، فانا للامانه كنت فاصله حرفيا. فرجعت شربت كوبايه شاي،
نعسانه برضه عايزه انام. فكان زوجي خلاص هينزل ولقيت له بتنعس كده، فقلت انا هظبط التايمر بتاع الغساله على الساعه اللي هي النقع ساعه، وبتاخد ساعه كمان في الغسل بتاعها، يبقى ساعتين. انام الساعتين دول لان ورايا بلاوي عايزه اعملها في المطبخ، عندي متبهدل، مش متبهدل كركبه، لا الحمد لله هو نظيف، متبهدل فيه شنط كتيره، الحاجات اللي كنت جايباها والخضره عايز تغسل، واحضر حاجات لتاني يوم وهكذا. فانا هحاول انام الساعتين دول. وعايزه اقول لكم انا ما نمتش الساعتين، انا نمت 4 ساعات. لولو كانت نايمه صحيت هزتها شويه نمت رحت نايمه جنبها تاني. ف باقي الروتين ده يعتبر روتين مسائي اصلا، يعني كانت المغرب اذنت لحد ما صحيت، وبعد ما خلصت زي ما قلت لكم دوره الغسيل دخلت نمت على طول، يعني ما حسيتش بنفسي. حقيقي الله يعين الناس على مشوار حلوان، الطلبه اللي بيتهم مثلا في فيصل وجامعتهم في حلوان، الله يعينكم. انا كنت تربيره ده الجزيره بعيد عن الجامعه خالص. قبل ما انام قلت بالمره الزيتون، بالمره عايزه اقول لكم انا مش فاكره اساسا انا كنت مصوره ايه، انا جمعت الفيديوهات ويلا على طول. زي ما قلت لكم هو محشي الجزر الرفيع كده، فما بتيجي تاكلي كده الزيتون على بعض من غير بذر بيبقى ميكس فظيع. المهم انا بحطه في علبه وبحط فيه شويه ميه من الفلتر وبغطيه ولا اكتر ولا اقل، وبحطه في التلاجة واخد منه لما باجي اخد معلقه تكون نظيفه، ما بجيبش كميه عشان الحوادق وكده. وكمان غسلت الخضار والملوخيه بتاعتي غسلتها، وقلت اسيبها كده على فوطه مطبخ بحيث ان انا لما اصحى من النوم تكون يعني يعتبر جفت اقطع على طول. نسيت اقول لكم كمان انا كنت جايبه فاصوليا علشان عايزه اعملها لبكره، فهجهزها النهارده بحيث انها تبقى بكره على الطبيخ على طول. فهي الوحيده اللي كانت فاضله عايزه تتغسل، وشكرا على كده. كنت جايبه 1/2 كيلو بس، واليومين دول الفاصوليا مسكره وزي العسل. بعد النوم الكلام ده كان الساعه بعد المغرب تقريبا او حاجه زي كده يعني، او قبل المغرب ما تاذن او هي بتاذن، الامانه مش متذكره يعني. قلت اشفط كده بالمكنسه على السريع لانه كده كده الروتين اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه عايزه اشفط الشقه كلها عايزه تتشفط. بس انا قلت بما انه اوضه ليفنج اكتر اوضه بنقعد فيها، فقلت انجزها بس علشان ايه نبقى قاعدين في مكان ما فيهوش تراب، علشان عندي لولو حساسيه انف، وانا كنت فاتحه البلكونه الصبح، فلو في ذره تراب دخلت ولا حاجه تتلحق كده بالمكنسه في السريع يعني. طبعا كانت لولو صاحيه وعماله تتنطط، فكنت بحاول ابعد يعني عن الكاميرا عن الكادر اللي هي فيه. بصوا بقى شايفين الباب بيلمع زي الفل ازاي، هقول لكم انا عملت الكلام ده ازاي. البيبان عندي البيضه انا مش بعملها بالملمع بتاع اللي هو المرول العادي بتاع الخشب، لا دي بخاخة عندي فاضية كانت بتاعة كلين بتاع التلاجات ده فاضية، حاطة فيها شوية بريلم بتاع المواعين وشوية خل والباقي الإزازة مية، برجها ورش وامسح بفوطة ميكروفايبر بمسح بيها يعني بلمع بيها، وبعد كده بجفف بفوطة نظيفة. عايزة اقول لكم بتخلي الحاجة بتلمع وزي الفل. اي حد عنده خشب مدهون ابيض بالشكل ده، دي بيبان عندي الشقه كلها نفس الشكل ده نفس اللون يعني. لو في بقع مكان ايدك مثلا لما بتعلم كده وانت بتفتحي الباب تحفه، شويه بريل شويه خل شويه ميه بس، ولا اي اندهاش ولا سلك بقى ولا اي حاجه من الكلام ده كله، الباب بيلمع زي ما شايفينه زي الفل. انا قلت اخلص الحاجات اللي في الشقه عشان لما ادخل المطبخ مش هطلع منه دلوقتي يعني. لولو انا كنت حطها في الباونسر بتاعها ومشغله لها حاجه كده على اللاب، وحاطه اللاب على رخامه المطبخ جنبي علشان بس تتشغل عني شويه لحد ما اخلص اللي انا بعمله. طبعا هجهز اكل لزوجي، لا لزوجي عايزه اقول لكم انا حمايه تاني يوم. بس طبعا انا طبعا عشان بسجل ففهمكم الدنيا مشيت ازاي. في التوقيت ده كان زوجي اتصل وقال لي بابا مش جاي بكره، هو جاي بعد بكره، فخلي الاكل لبعد بكره. فقلت مش مشكله اعمل له هو اكل عشان ياخده معاه الشغل تاني يوم، وخلي التجهيزات اللي انا هعملها بتاعه حمايه لبعد بكره ما فيش مشكله. كان جالنا يوم الجمعه خلاص، فانا هعمل له فراخ بالمشروم قريبه من البيكاتا بالمشروم كده بس على شكل تاني من غير لبن او من غير حاجه يعني ما فيهاش لبن ما فيهاش زبادي. المشروم بيتقشر انا ما بغسلوش لانه عامل زي الاسبونشه، ما دام شارب الميه ضيعت كل الفايده بتاعته. انا بقشر المشروم، بقشر بصل وطماطم وفلفل، بقطع كل حاجة شرايح. وزي ما قلت لكم حاولوا ضروري تخلوا المشروم داخل في معظم الوجبات، حتى لو انت يعني اوقات كتير جدا احيانا ببقى عايزة احشي كوسة وكمية اللحمة اللي عندي قليلة، فبروح ضايفة عليها مشروم اللي هي اللحمة المتعصجة يعني بيزيد. هو عموما لما بيتعمل بيقل يعني حجمه بيقل، لو انت مثلا عامله كيلو هتبص تلاقيه ربع كيلو في الاخر يعني، بيقل وبيغمق ولونه بيبقى جميل كده في الاكل.
اغلب البلاد الاسيويه بياكلوا المشروم ده في كل حاجه، وعندهم انواع كتيره جدا. كل اللي انا اعتقد يعني ان احنا في مصر عندنا نوعين بس منه، اللي هو ده والنوع اللي هو حجمه اكبر شويه. بس كده، والبطاريه هتفصل وانا مش عارفه هعمل ايه دلوقتي، فهقوم اقعد جنب الشاحن. بس فالمهم قطعت الخضار. عايز اقول لكم الفيديو دمه تقيل في تسجيله، نص ساعه يعني وجع قلب، بس هو قلت اكمله كده علشان الناس اللي بتحب الفيديوهات الطويله، ونجرب ونشوف هيعجبكم ولا لا. خلصت الخضار كله بتاعي، وبعد ما قطعته ونضفته، انتوا عارفين انا بحب انضف الخضار كله مره واحده واغسل مره واحده وبعد كده احط كله على بعض. مش عارفه كنت عايزه اقول لكم على حاجه، اتكلم معاكم على حاجه. بمناسبه اليوتيوب والناس اللي راحت قبضت من وستر الشهر ده، بهدلت السنين يا ولاد. عايز اقول لكم انا رحت قبضت الكلام ده 4 شهور مثلا ولا حاجه. كان 4 شهور، قبض 4 شهور، بسم الله ما شاء الله، مبلغ هو حد فيك يحسدني عليه، $104 من 4 شهور. بس عشان الناس ما تتخيلش ان الموضوع سهل، وان لا، معلش الفون فصل فحطيته على الشحن بسرعة. المهم الموضوع مش سهل، بس بالنسبة لقنوات مثلا كبيرة او عدد المشتركين فيها اكتر والفيو عندها اكتر، فممكن تلاقي اكيد يعني في ربح كل شهر بتبقى مبالغ، دي حاجة ما حدش يقدر ينكرها. المهم فده كان قبض 4 شهور رحت عشان اقبضه، ورحت وستر اللي هو في الهرم، اللي هو الفرع اللي جوه البنك العربي الافريقي. دايما لما بيبقى عندي قبض بقبض من البنك ده. مش عارفه ايه اللي حصل المره دي، لقيته بيقول لي انا عايز حاجه ما يثبت ان القناه بتاعتك. ده اللي هو نعم يعني من امتى الكلام ده؟ فقلت له لا عادي، هو المفروض ان احنا بنيجي بالحواله، برقم الحواله اللي بتبعت لنا من جوجل، بنملى الابلكيشن وبندخل بنقبض بالبطاقه وصوره البطاقه عادي جدا. قال لي لا يا فندم، دي اجراءات جديده من الشهر اللي فات تقريبا. طبعا انا ما قبضتش الشهر اللي قبله، فما كنتش اعرف الاجراءات دي ايه. فالمهم قلت له طب اوكي، هقعد كده بس اشوف الدنيا فيها ايه، اعرف اوصل للبيانات اللي انت بتتكلم عنها دي. فالمهم جبت كل البيانات اللي موجوده على ادسنس، يعني انا اللي انا في دماغي ان كل البيانات اللي بتبقى موجوده بالتفصيل، فيها العنوان، فيها اسمك ثلاثي، وفيها رقم تليفونك، وفيها كل حاجه بتبقى موجوده في ادسنس، بتبقى اسهل من ان انت تجيبيها من على اليوتيوب. فقال لي لا يا فندم مش دي، انا عايز بتاعه اليوتيوب. طب يعني وانا فاضيه بقى اقعد ادور لك على بتاعه اليوتيوب فين دلوقتي؟ المهم قلت له طب الحل، قال لي المهم دي الفاصوليا انا قطعتها، بنقعها في ميه شويه كده وبعد كده بصفيها وهشيلها بقى في علبه في الثلاجه لتاني لحد ما اجي اعملها. المهم قال لي روحي البنك اسكندريه بالبطاقه وبرقم او بالشيت بتاع الحواله هيعمل لك على طول. لا ما انا رحت فعلا بنك اسكندريه بتاع الهرم، ناس محترمه وذوق جدا، فرع ويستر موجود في الدور الارضي. قال لي انها كل اللي احنا محتاجينه صوره البطاقه وصوره الشيت بتاع الحواله. مفيش دقيقتين كنت مخلصه كل حاجه وماشيه. فانا مش عارفه هم علشان هيلغوا التعاون مع ويستر معقدين الامور. الموضوع ده ما كانش بيحصل ولا في حاجه اسمها اثبات ملكيه، لانه اقصد يعني ان انت تطلعي بيانات القناه بتاعتك، لانه اغلب الناس مسميه القناه اسم غير اسمها، مش راح اسمي القناه باسم الثلاثي. فانا مش عارفه والله يا بتوع اليوتيوب وبتوع ادسنس اخرتها معاكم ايه، هترجعوا ويستر والدنيا تمشي زي الاول، ولا هنفضل كده يعني مش عارفه هيبقى في حساب بنكي ولا ايه. هنشوف كده اول السنه. فانا قلت اقول لكم على الحكايه دي عشان اي حد رايح يقبض بعد 3-4 شهور زي حالاتي ما يتصدمش. بتطلبوا اثبات ملكيه لقناتك باسمك ثلاثي فيه وعنوانك اللي موجود كمان في البطاقه. فانت كل اللي تعمليه روحي على بنك اسكندريه واختصري ده لو ليكي قبض. المهم طبعا شايفين اللي حصل في الفيديو، فمش محتاجه ان انا اشرح، بس حبيت اقول لكم على القصه دي. بالنسبه للتوم انا كنت جايبه كيلو، طبعا مش هقدر افصص الكيلو كله علشان بس لسه عندي ملوخيه هقطفها وكده ولا ارطفها على حسب ما بنقول عندنا. انا بفصص التوم بجوه الكيسه بتاعته، بقطع الراس كده واشيل من عليها القشر اللي بره واخليه فصوص في طبق لوحدها. زي ما انتم شايفين ما عنديش قشر كتير طلع بره، وكله موجود جوه الشنطه بتاعتي. بخليه كل فصول زي ما هتشوفوه دلوقتي، وبحط على الكميه اللي انا عايزاها شويه ميه، نص ساعه ساعه، ممكن اعملها الصبح واقشره اخر اليوم. لما تيجي تقشريه بقى القشره بتبقى دبلانه جدا، مش التومه اللي دبلانه عشان بس نبقى واضحين، القشره نفسها هي اللي بتبقى دبلانه. وبعد كده في ثانيه بتقشري، ما ياخدش معاكي وقت، ما بيعملش ريحه في ايدك، تحفه. فانا علشان ما اضحكش على نفسي، لان انا في اليوم ده عايزه اقول لكم مخلصها الساعه 1 بالليل مثلا ولا حاجه، عملت نص الكميه، يعني نص كيلو نص كيلو، بحيث ان انا ايه اما اخلص اللي ورايا اقعد اتسلى فيه. سبت التوم يتنقع، وكنت قعدت عملت كوبايه قهوه
وعملت الملوخيه قطفتها. عايزه اقول لكم انا اتغديت النهارده زي ما انتم شفتوا كده مكرونه سباكيتي بالصلصه في السريع وعليها شويه من الشاورما اللي انا عملتها لجوزي او الفراخ اللي عملتها لجوزي. بعد كده كان بقى قايل لي ان هو عايز ياكل كيكه، ياخد معاه تاني يوم الصبح كيكه يعني للفطار، مش عايز يفطر حاجه في البيت، هياخد كيكه مع الصبح. حبك النهارده يعني؟ قال قلت له طب معانا يا الاثنين مفيش مشكله. فانا هعمل كيكه السبع معالق، بس عايز لكم على حاجه للامانه، هي طلعت هبطانه مني شويه لان انا كانت لولو رايحه جايه رايحه جايه، فاستعجلت ورحت فاتحه الفرن فراحت هبطه من النص. عشان هتشوفوها في اخر الفيديو هتلاقوها هبطه من النص شويه، انما بقيت الصينيه كويسه زي الفل. فدي حاجه تتعلميها، ما تفتحيش على الكيكه الا لما الريحه بتاعتها تطلع ويعدي على الاقل على الاقل نص ساعه لخمس دقائق تلت ساعه وهكذا. المهم عندي سبع معالق دقيق، المفروض كيكه السبع معالق كل حاجه بيتحط لها سبع معالق، بس انا الدقيق بالذات اللي بستعمل فيه 10 معالق، لانه هتلاقي سبع معالق مع البيضتين مع مش عارف ايه بقت معاكي سوائل كتيره. فلو حطيتي سبع معالق دقيق بس هتلاقيها السكر والحاجه عدت لك في قعر الصينيه وبقت من فوق هشه ومن تحت لازقه في الصينيه حتى لو كنتي دهناها. المهم فحطيت رشه ملح وكيس بيكنج باودر، تقدري تعمليه بنص كيس مفيش مشكله، وعشر معالق دقيق، وحطيت بيضتين عليهم ورقتين فانيليا، وضربت بالمضرب كده ضربه مبرحه زي ما بيقولوا لحد ما البيض اتضاعف ولونه فتح معايا. هو المفروض كل بيضايه ليها ورقه فانيليا، انا بعادي مفيش مشكله ممكن أحب. بس ما تزوديش الفانيليا علشان تقولي لا انا عايزه ريحه جامده. الفانيليا لما بتزيد في المعجنات قصدي في الكيكه بتمررها. هحط السكر، انا بستعمل سكر المطبخ ده سكر ابيض. عايزه اقول لكم انا ما بحبش استعمل السكر في الكيكه كحبوب، بحبه يبقى بودر افضل بالنسبه لي، بس اللي عندي كان خاصه. فانا عندي دايما كيس بيبقى سكر ابيض نظيف كده بعيد عن بتاع التموين للطوارئ في البيت، فهو المطبخ اللي انا بستعمله يا اما الضحى افضل اتنين السكر بتاعهم ابيض وحلو، فما عنديش مشكله. المهم حاجه ان انت يتضرب بس كويس جدا عشان السكر بالذات ايا كان نوعه بقى، لو بتستعمليه حبيبات في الكيكه وما تضربش كويس جدا هتلاقي الكيكه كلها من تحت سكر ومن فوق ما فيها السكر كطعم، فاهمين؟ بس ضربته كله مع بعض. وبعد كده حطيت بقى مع سبع معالق زيت وسبع معالق لبن. هي زي ما بقول لكم الحاجه الوحيده اللي بزودها عن سبعة هي الدقيق، وممكن تعمليها ببيضايه واحده مفيش مشكله برضو، شيء راجع لك انتي. بس في الحاله دي ممكن تستعملي السبع معالق دقيق بس مش العشرة. انا في العاده دايما بحب الكيكه اللي هي بتاعه السبع معالق دي، ما بحبهاش اللي هي الفانيليا، بحبها شوكولاته بتبقى اجمل. بس هو عايزها ساده بقى، فاحنا ما نقدرش نفتح بقنا، مش عارفه اقول ايه. الساعه تقريبا دلوقتي كام؟ 11 ونص او 12 لربع ساعه ما كنت بعمل الكيكه دي حاجه كده يعني. هو كان جاي متاخر في اليوم ده، فانا اكتشفت في الاخر ان هو عايز يتعشى منها مش عايز يفطر منها. يلا الف عنا على قلبه، مش مشكله احنا ما نقدرش نقول حاجه يعني. بس وبعد كده انا بشيل الايدين بتاع المضرب، بفصلهم من المضرب نفسه، بلمع المضرب واشيله، وباخد واحده بس منهم بعمل بيها الدقيق. الاول كنت بضرب الدقيق بالمضرب عادي جدا، بس دلوقتي بقيت بقلبه بالمضرب بالراحه كده، بحس ان الكيكه بتطلع هشه اكتر. الدقيق انا نخلاه مره في الاول وبنخله تاني، مش عشان بيبقى فيه حاجه او بتاع، او مش بيطلع منه نخاله مش بيطلع منه حاجه، بس الفكره في انت تدخلي فيه هواء، دي كل القصه. عايزه اقول لكم النخاله اللي بتطلع من الدقيق دي اصلا او الحاجه اللي بتطلع من الدقيق دي فايدتها حلوه جدا، بتبقى عامله زي الحبوب الكامله كده بالظبط. فانا حطيت كميه الدقيق بتاعتي كلها، العشر معالق وكيس البيكنج باودر ورشه الملح، وهقلب كله على بعضه، لا بسرعه قوي ولا بالراحه قوي، وفي اتجاه واحد علشان ما تطلعيش الهواء منها. يا اما بدهن زبده يا اما بدهن زيت وبطن بدقيق، وده بيبقى اغلب اللي انا بعمله. بعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 180، لو انت الفرن بتاعك بارد يعني مش سخن قوي تقدري تدخليها على درجه حراره 200. اهم حاجه الكيكه عايزه فرن يكون كويس وتكوني ضربة كويس. تعالوا بقى نشوف العدس، انا كنت عامله تنبيت للعدس، معلش التليفون فصل تاني فاضطريت ان انا اوصل الشاحن تاني، ما علينا. زي ما انتم شايفين كده كل اللي انا بعمله قطن، برش عليه حبه ميه ما يخليه مندي كده، وبعدين بوزع عليه العدس، وبعد كده برش عليه حبه ميه بسيطه ببخاخ كده من فوق، وشكرا انتهى الموضوع على كده. يوم والتاني تبص تلاقيه نبت بالشكل ده والقطنه غمقت، ما تقلقيش من القطنه انها تغمق عادي جدا.
ليه بعمله في الفترة بتاعت دخول الشتاء دي؟ لانه التزريعة الخضرة اللي بتبقى طالعة منه دي كلها فيتامينات بتقوي المناعة عشان البرد بطريقه فظيعه. عايز اقول لكم بدخلها لولو في الاكل وبحطها في اكلنا احنا في السلطه على طول، ولو بعمل شوربه خضار بقطع منها وهعمل لكم بيها حاجات كتير ان شاء الله بمجرد ما يعلى بس كده شويه. بيزرع كده وبيخضر وبيبقى جميل ومش محتاج تربه، من الحاجات اللي انت ممكن تزرعيها من غير تربه. انا البخاخ لولو كانت خفياه مش عارفه موديها فين. عايز اقول لكم في حاجات كتير جدا في شقتي انا مش لاقياها، بتختفي وبتظهر يعني فجاه كده، بص الاقيها في ايدها يعني طب كانت فين. المهم ربنا يهديهم ويحفظهم يا رب. كنت عامله كميه، كنت عامله زي انبات كده الكميه، فعشان يطلعوا لو طلعوا بالكميه دي في نفس البوكس الازرق اللي انا كنت حاطاه ده هيموتوا بعض، لانه يعني الميه هتبقى بزياده عليهم، وفي نفس الوقت مش كلهم هيشربوا مش كلهم هيزرعوا ويطولوا عشان الكميه كبيره، فهيعفنوا ولما يحصل عفن كله هيبوظ، فكان لازم ان انا اقسمهم على نصين. فانا كده كده بستعمل منه كتير فهطلعه كده زي ما هو واعمله على نصين. عندي البرتقاني اللي انتم شايفينها دي صفايه بتبقى جزئين كده، انا عندي منها كتير الصفايات بتاعتها اتكسرت، فانا مخليها دي بستعملها كاطباق، بطلع فيها فاكهه بطلع فيها خضار ايا كان بزرع فيها وهكذا. عندنا ثلاثة كده نخليهم للزرع على طول، بعد كده برش عليهم شويه ماء من فوق واسيبهم دول جوه المطبخ بتعرضيهم للشمس ساعه واحده بس في اليوم. قلت كده قبل ما ادخل اخد دش بقى، كان خلاص كنت فصلت، فكلمت جوزي قلت له بقول لك ايه، يا ربي كان جه فقلت له انا هحط لك اللانش بوكس بتاعك واحط لك حاجتك واحطه في التلاج اخد الصبح من غير ما تصحيني. بيقول لي ده ليه؟ قلت له مقتوله هموت واخد دش وانام، انا خلاص فصلت يعني حلوان ورايح جاي واكل وتجهيز لحاجات تاني يوم، فكان خلاص يعني. المهم خدت شاور مع السريع كده واستعملت شامبو دوف، عايز اقول لكم حلو جدا، انا كنت عامله عنه ريفيو واتمسح من على التليفون، عملته تاني لولو كانت بتلعب بالتليفون فجاه ما لقيتوش اصلا ولا اختفى ولا حتى في ريسايكل ولا موجود في اي حاجه. يعني انا عندي ريسايكل لما بتمسح حاجه بتدخل فيها فلازم تدي لها اوردر تاني انها تتمسح، برضو ما لقيتهاش فمش عارفه ما علينا يعني، حاول اعمله مره تانية ان شاء الله. البلسم بتاع اللي هو البينك بتاع جونسون ده تحفه، يعني انا اكتشفت ان كل حاجه في حاجه العنايه معموله للاطفال فهي حلوه جدا جدا للكبار، لان ما بيبقاش فيها كيماويات كتير، فبقيت بستعمله بصراحه. يعني كنت بجيب ممكن الصغيره، بقيت بجيب العبوه الكبيره عشان تقضيني انا ولولو، وانا بستعمله اللولو مره واحده بس في الاسبوع. بعد كده قلت عايزه استعمل بقى حاجه انضف بيها وشي عشان عايزه اعمل ماسك الحليب، فقلت استعمل النهارده اللي هو المنظف بتاع ماي واي ده، كنت استعملته مرتين وعجبني بصراحه، حسيت ان هو لا حلو حلو بينظف كده تحسي ان وشك نور لما تستعمليه. فانا بستعمله وبستعمل معاه اللي هي الفرشه الدواره دي اللي هي الجهاز البنك اللي عندي ده، اعتقد ان انتوا عارفينه، وبس يعني انا بحطه اقعد ادلك فيه بايدي شويه، وبعد كده بستعمل البراش دي على الجزء بتاع الغسول واقعد ادلك فيه شويه وبعد كده بشطفه. طبعا انا كنت حاطه البلسم على شعري فكنت سايباه شويه، فقلت اعمل وشي يعني انظف وشي بالمره، واعمل سكراب كده ماسك لابومبا ده تحفه بتاع الحليب، كل ما بيخلص بجيبه، مش عارفه كان عامل 20 جنيه او حاجه زي كده، يعني تحس ان انتوا لبن حليب جوز هند على لبن طبيعي على خلطبيطه بالصلصه كده، المهم انت بتحسي ان انت بعدها وشك رطب وفاتح، يعني الحرقان بتاع الشمس اللي بيبقى باين ده اختفى. هيغسل بقى بعد كده، هغسل شعري من البلسم، وبعد ما شلت الماسك طبعا يعني عايزه اقول لكم دي العلبه دي فيها الشاور جيل بتاع ماي واي اللي هو بالزهور البريه، بس انا علشان الحجم العبوه بتاعت ماي واي كبيره فدي كانت عندي فاضيه فحطيت فيها وخلصته. بعد كده طبعا عايزه اقول لكم على حاجه، فوطه الشعر ملهاش علاقه بفوطه الجسم والوش، وحاولوا دايما تخلوا فوطه صغننه كده الوش بعيد عن فوطه الجسم والشعر. هستعمل الاسبري بتاع شي، عايزه اقول لكم حلو جدا حلو، بس هي مشكله ان هو قوي يعني ما تطلعيش بيه بره عشان ما نستهبلش ونستعبط. في روايح تقدري تستعمليها في البيت قويه عادي جدا، يعني جوزك معاكي في البيت، في روايح تانية ما ينفعش تطلعي بيها بره نهائي، يعني نهائي ما تطلعيش بيها بره، ريحتها صعبه، مش صعبه وحشه لا نفاذه، فممكن اي حد يشمك وتاخدي ذنب من ورا الموضوع ده. بعد كده هرطب جسمي كله بديليكيت اللي هو بتاع جوز الهند بتاع ماي واي، لو لقيتوه هتوه دي بعشرة جنيه، وعايزه اقول لكم بتقعد مده طويله جدا وشغاله، لا تقولي لي بقى مخمريه ولا مش عارف ايه.
بما اني عامله سكراب، فيا اما بستعمل جونسون يا اما بستعمل جل الصبار يا اما بنسينول. بنسينول كان خلصان، وعلبه جل الصبار مش عارفه كان مالي، مش عارفه افتحها، كانت جديده لسه عايزه افتحها. عارفين البلاستيك الازاز اللي بقى عليها ده؟ مش عارفه، ما كانش راضي يتفتح يعني، قلت لها والله ما انا فاتحاك. فهستعمل جونسون الازرق ده تقريبا لجميع انواع البشره او البشره الجافه، مش مركزه قوي. شعري مره واحده بس في الاسبوع بستعمل عليه السيرم بتاع ايفون على الجذور فقط لا غير، يعني قصدي على الاطراف فقط لا غير. باقي شعري ممكن استعمل اي نوع كريم مفيش مشكله، او ممكن ما ادهنش اصلا عادي جدا يعني، بس حاولوا السيرم تدهنوا بيه الاطراف بتاعه الشعر، ما تحاولوش تخلوه يتغلل قوي في الفروه لو هتعملوا كده مره واحده بس في الاسبوع، خصوصا ان كمان السيرم بتاع ادفانس بتاع ايفون ده تقيل قوي، يعني عشان تستعمليه لما تيجي تاخدي شاور تاني مره لازم تغسلي شعرك مره واثنين وثلاثه عشان يطلع منه. بعد كده هرتب شفايفي زبده كاكاو اماندا، خلاص هي بتستجير مني حلوه جدا وترطيبها عالي، فانا بستعملها صبح وليل يعني عادي جدا ما فيش اي مشكله. وبس اعتقد ان ده كده كفايه عليكم النهارده في اليوم ده، يعني كان في تفاصيل كتير، واسفه ان الفيديو كان طويل عن اللزوم. اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.